صلتنا يا صلتنا ويا أهل بيت موصولة، صلتنا لو النار لهو بحبهم، صلتنا لو فعلنا بوالة، صلاتنا يا نذكرهم فرار من رب البرية صلاة. على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما مات عبد المطلب تولى عبد الله الساقي والرفادة بعده، ففعل كان أبوه يفعلانه لقوم أمه، ونال في قومه شرفا عظيما، وأحبه قومه وصار سيدا على سادته. وكان عبد المطلب قد تزوج ولم يكن له من الأولاد حينئذ إلا ابن واحد، وهو الحارث. وذات ليلة كان عبد المطلب يفكر في تدمير الماء إلى الحجاج، فتذكر زمزم ذلك البئر المبارك الذي اندفع بالماء قديما ليروي